جبل يوسف إلى الطير. كلارنس اليوم أسمع أهداف الفريق الأسباني وحاول بدر فالح خلاص يقول أبغى إلى نواف عيب خلاص على جانب اليسرى محاولة الآن صابرة وخطأ لصالح عبد الله خطاب الطير الزهراني يأخذ بشكل رائع الطير صابرة وخطأ لصالح حجر الفارسية لا زال متقدم ب 56 و40 ب 50 عدالة 41 وقدم خلاص نيكولا إلى الطير الزهراني الطير إلى يوسف رائع إلى الجبلي خلاص نيكولا خلاص الآن الآن مرتدة سريعة تؤدي إلى نادر فالح في محاولة الآن لكن أيضا صافرة وخطأ صافرة وخطأ خطأ لصالح المدرب تحديدا المدرب الزهراني يشوف الشاب طيب وليد على تخليص الفارق اولا هذه كرة اللعب ابعاد يوسف استلام محاولة المرور عادت هجراوية بكرة طويلة امامية الى اللاعب هنا نواف يحاول نواف وعكسية انها بعد هذه الكرة وهذه الارسال الكرة الطويلة الى نواف وبعد ذلك الكرة تسديدة يحاول الجنة سحب لعيبة هجر وأخراجهم من مناطقهم لكن عادت لهم مواجهات في دور في الأسبوع 26 في الدوري اليلو السعودي دوري الدرجة الأولى السعودي نعم مواجهات هذه الأغطية لدينا فهد والعين 0-0 كرة اللعب خلفية الطير الزهراني النقلات الآن واللمسات أخذ الكرة يحاول يعدي في منتصف الملعب الطير الزهراني عدى من الأول الطير ما زال يحافظ على كرته راح عدى من الثاني ولعبة جميلة إلى ميوكيلا من الناحية اليسرى الضفير 90 نصف الشوط الاول خليني اقول نصف الشوط الاول في هدفين لكن لدينا كره الان الطير الان الزهراني حتى من الاول مرارها جميله وهذه الكره وهذا المرور وهذه التمريره الى عبد الله وسددنا الكره لكن حارس المرمى توني حصل لقطه والهجمه الاخيره الكره نيوكالا يحاول الكرة نقلات الآن لمصلحة الهدف برافو الطير مرور جميل وبعد ذلك التوقف مر من الأول مر من الثاني ما زال يحافظ على كرته وبعد ذلك تسديده الله وآهية أيوة من يعرف تاريخ من تاريخ نصر الخليفة محمد فهد نقلات الآن لمصلحة هدف لكن الآن أصبحت مسددة لهجم ثلاثة نعم مضاب الهجم اثنين ولدينا كرة الطير الآن يلعب لك كرة حمد جول جول هذه اللعبة وهذه الانطلاقة وهذه التمريرة والكرة الأخيرة نعم وراية طويلة أبعدت عادت إلى الناحية اليسرى انت تلاحظ معاي اجر على المسجدات يا الزهراني هذا ظلمها حكمنا اليوم محمد الزهراني نعم لكن لدينا كرة طويلة هنا لكن بعد 8 دقائق ولدينا مسجد لهجم والكرة الى ناحية اليسرى محاولة المرور
خطيرة لأهلي هدف الطير الآن إلى حمد فهد يلعب الكرة، الكرة سليمة حالة الله.